ضرايره بيحبوا بعض جدا. في الفيديو ده هتشوفوا اغرب حالات زواج في الوسط الفني كله، حالتين زواج كل واحده فيهم اغرب من الثانيه بمراحل، حتى في واحده فيهم اختارت لحبيبها السابق مراته الجديده، والحاله الثانيه واحده فيهم اتجوزت جوز صاحبتها في السر وفي الاخر عرفتها ورجعت الصحوبيه لوضعها القديم. مين هي الفنانه اللي اتجوزت جوز صاحبتها في السر، ومين الفنانه اللي اتنازلت لصاحبتها عن جوزها واختارتها له؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. حكايات كتير تمت داخل الوسط الفني، لكن أغرب الحكايات دي هي اللي تمت بين الفنانة الكبيرة شريهان والإعلامية إسعاد يونس، وحالة تانية مهمة وهي الفنانة أصالة مع الإعلامية إنجي علي. الحالتين دول يا جماعة فيهم العجب، ضراير وفي نفس الوقت أصحاب جدا وبينهم 10 سنين. في بداية موضوعنا هنتكلم عن الفنانة الكبيرة شريهان والإعلامية إسعاد يونس، وخدوا بالكم إن الواقعة دي بالتحديد كسرت الأقاويل فيها بشدة وتعددت القصص الخاصة بيها. ولكن اللي اتذكر في الصحف الإخبارية وقتها وفقا لموقع صدى البلد ان الفنانه شريهان في وقت ما كانت بتمر بازمه نفسيه صعبه عليها، وقتها لجأت لاكتر صاحبه ليها بتحبها هي وجوزها، وكانت الصاحبه دي هي الاعلاميه اسعاد يونس وجوزها رجل الاعمال علاء الخواجه. وقتها اتطور الموضوع من مجرد فضفضه وشكوى لارتياح واعجاب، وبعدين اتطور لحب وارتباط في السر بين شريهان ورجل الاعمال علاء الخواجه. فضل الارتباط ده فتره في السر لحد ما خلفوا بنتهم الاولى لؤلؤه، وقتها قرروا يكشفوا عن خبر ارتباطهم، ووصل خبر بعدها لإسعاد يونس. وقتها إسعاد زعلت شوية واتهمت شريهان اتهامات صعبة، لكن في النهاية كل ده اتغير ورجعت المية لمجاريها من تاني، والصداقة هي اللي سيطرت على علاقة الاتنين ببعض. شريهان وإسعاد يونس اتصالحوا واتصافوا تماما وسامحتها لما شريهان مرت بتعب مفاجئ كان شديد عليها. وقتها قربت ليها من تاني إسعاد يونس وحاولت يكونوا خفاف على بعض وواقفين جنب بعض. الحكاية التانية بقى في موضوعنا هي حكاية إنجي علي وأصالة، ودي فيها حاجة غريبة جدا. واحدة فيهم هي اللي اختارت لحبيبها التانية بكل بساطة، في وقت ما قالت الفنانة أصالة في تصريحات تلفزيونية إنها كانت معجبة بطارق العريان أثناء ارتباطه بإنجي علي. وقتها تقريبا الكلام ده سمعه طارق العريان وشده شوية للفنانة أصالة وخلاها عايز يقرب منها ويعرف أمورها واحتمال يرتبط بيها رسميا، وده فعلا اللي حصل، قرب منها وارتبط بيها. بس الغريب إنه قبل ما يرتبط بأصالة كان مكلم حبيبته السابقة إنجي علي وواخد رأيها في فكرة ارتباطه بأصالة. ووقتها إنجي علي قالت إن أصالة تمام ومناسبة، وهو فعلا سمع كلامها وارتبط بيها. اللافت بقى ان اصالة وانجي علي فضلوا صحاب بعد كده، والامور ماشية ما بينهم تمام، وبقت علاقتهم ببعض مثال يذكر في المواقف اللي زي دي. انتوا بقى ايه رأيكم في الحكايات دي كلها؟